بل بدأ في وقت لم يكن المكلف فيه مكلفا، ولكن النتيجة هي نية، لأنه ما دام قد صح منه القيام بهذا العمل وهو التقليد، فالآثار المترتبة على تقليده للمرجع تترتب على عمله هذا، لأنه عمل صحيح كما لو كان شخصا ماذا؟ شخصا مكلفا كاملا من هذه الجهة. ولهذا إذا حصلت هناك حالة اختلاف في مثل هذه الحالة يقال له عليك ماذا؟ عليك العدول. والعدول طبعا كما قلنا هو ماذا؟ هو حالة طبيعية بالنسبة إلى المكلف بعد الوصول إلى العلم بأنه يوجد ماذا؟ يوجد اختلاف، ويوجد ماذا؟ يوجد اختلاف في الأعلمية، فعند ذلك يكون عليه ماذا؟ القيام بواجبه في مسألة العدول. طيب، هذه قضية. القضية الثالثة أو القضية السادسة بالقياس إلى يعني إلى ما مر، ما هي الشروط؟ هذا الشخص الذي نقلده، الشخص الذي نرجع إليه في الفتوى، الشخص الذي نعمل وفق رأيه، الذي كما يقال نسلمه زمام أفعالنا، العبادات والمعاملات وغير هذه من الأعمال، هذا الشخص ماذا يشترط فيه؟ قالوا يشترط فيه أمور. أولا البلوغ، حتى يقلد الإنسان لا بد أن يكون بالغا، هذا واضح. حتى يكون الإنسان مرجعا لا بد أن يكون بالغا، والبلوغ كما قلنا هو أن يكمل للإنسان حالة البلوغ الجسدية